معقول تكون بنتي أليس حامل؟ دكتور، لأنه أليس ممكن تتخذ قرار غلط. بتوقع أليس حامل. بس يا فاروق، أليس قالت لك إنه فئتها هي اللي حامل، ما أنت هيك قلت لي؟ صحيح، بس أنا مو مقتنع بهالكلام. يعني واضح إنه هي عم تتهرب من شيء. دكتور لا تأخذني، يمكن جاوزت حدودي، بس حسيت إنه لازم أعطيك خبر بهالموضوع. صباح الخير بانا. اسمعي، امبارح تأخرت بالسهرة عند الخالة لطيفة، ولما اجيت لقيتك نايمة. طمنيني، شو الأخبار؟ ومين قالك إنه عيوني قدرت تشوف النوم أصلا؟ والله ما عرفاني شو بدي ساوي. فؤاد اجى لعندي امبارح. لا، وقال جايب لي فواكه لأني مريضة. لا تقوليها. شو كأنه هالولد ما ناوي يحل عنا؟ ايه كملي القصة. قال اجى ليطمن لأنه باله مشغول. طبعا ما فضل واقف على الباب برا، يعني الله ستره اللي ما فجرت بوشه. ايه قلت له انت سبب مرضي، خلص اطلع من حياتي. بعدين من كتر ما عصبت عليه حمل حاله ومشي. ايه برافو عليكي، ما قصرتي فيه. يلا بنتي قومي البسي، فؤاد هلا اتصل وقال جاي هو وامه. يا الله، شو اللي جابه هذا هلا؟ شو جايبهم هدول من وش الصبح؟ امي انا ما راح اطلع برا غرفتي، وما تحلمي اني اطلع شوفهم. وانا اليوم كمان عندي شغل كتير عند الخاله لطيفه. اخ الله يصبرني عليكي انت وياها. بنوش انا هلا لازم روح على الشغل، لما وصل بتصل فيكي. لا تزعجي حالك وتعصبي. ايه الله يمرق هالقصة على خير. شو هالمصيبة هي؟ يا الله آخر شغلة كنت بتوقعها إنه أليس تعمل هيك عملي. والله ما عم بفهم. بكري؟ صباح الخير إقبال. شو في حتى هيك فايق بكير؟ بعدين ليش وشك تعبان، بين كأنك مو نايم؟ في شي عم يوجعك؟ ولا شي، ما في شي. لكن ليش كنت من شوي عم تحكي مع حالك؟ في شوية مشاكل بالمشفى والكلية ومشوش شوي. آسف إني أزعجتك فيقتك. مو مشكلة، على كل حال أنا كمان لازم فيق. صحيح بكري، أنت حكيت مع بنتك لين ولا لسه؟ بصراحة أنا على طول عم بحكي معه واسية، بس كمان كتير مهم تحس إنه أبوها واقف جنبه مو مشغول عنا. ولا يهمك، هلأ بروح بشوفها. شو كل هالصفنة وما في شي؟ يعني مو معقول تخبي عني بعد كل هالعمر. شبكي إقبال، قلتلك ما فيني شي، خلصنا بقى. ماشي، ما تنسى تروح تشوف بنتك وتحكي معها، ودق له تليفون للدكتور واسأله عن وضعه. حاضر إقبال، اليوم بروح بشوفه. أليس اسمعي، في شغلة كتير مهمة وضرورية لازم أحكيها معك. بتخص؟ بصراحة أنا بدي أحكي معك بموضوع بخص أمك. ما رح أقدر. يا ريتني ما وعدت الدكتور بكري. شو بدي ساوي يا الله؟ شو اللي شغلك يا ترى؟ ستانو كليديو ماستيو ديوس ترابيتيوس. مجد، أهلين مروة، كيفك؟ صباح الخير أليس، كيفك؟ منيحة، قاعدة عم بقرأ مصطلحات طبية. أنت شو عم تعمل؟ شو بدك يعني أعمل؟ عم دور بالشوارع. أليس أنا لازم شوفك ضروري. خير مروة، شو صاير معك؟ ولا شيء، أنا حابة شوفك وأحكي معك. شو عندك؟ تقدري تطلعي من البيت؟ ايه مو مشكلة، وين بشوفك؟ أليس يا ريت ما تقولي لأوس إني حكيت. أوعك تجيبي له سيرة، أنا رح أنترك بالكلية، لا تتأخري علي. ماشي، شوي وبكون عندي.
تاكلوا تفضلوا شرفوا لجوا. تسلمي. يا الله شو مشتاقة لك. مرحبا. والله العظيم فقت من الصبح بكير وعملت لك حلو وجهزنا حالنا بسرعة واجينا لأنه هالأكلة مو طيبة غير تتاكل سخنة. شو أخبارك عمو كاظم؟ أنا كتير منيح نشكر الله. إن شاء الله على طول بتضل بخير يا كاظم. أحمد بيسلم عليكم وكان حابب كتير يجي معنا بس بتعرفوا ما بيقدر يسكر المحل. إيه مالنا نصيب نشوفه اليوم. تفضلي لهون تفضلي. ليش واقفة؟ تفضلي أعطيني عنك ابني. يسلموا إيديك. يسلمون. تعالوا جنبي فؤاد. ايه كيفكم بهالبرداد؟ شغلتوا صوبيا؟ ايه عمك كاظم امبارح جبنا مازوت وشغلها. الله يسلم ايديني اللي ركبها. ايه شو وينها بنتي بانا؟ سمعت انها تعبانة شوي ومو كتير منيحة. الا الحمد لله هي صارت احسن بس نايمة لانها اخدة دواء. عمو كاظم انا بعرف انه بانا مريضة بس في مجال اني احكي معكم كلمة؟ يعني إذا ما في عندكم مانع طبعا. والله يا ريت يا فؤاد بس هي نايمة. تحركي أمي فيقية يلا على السريع. مو مشكلة عمي خلوها ترتاح. أنا ما عندي بنات تتدلع. يلا أمي فيقية. ايه. لكن رح فيقها وخليها تجي يلا بالإذن. لعمة قدي صار لي ما فتحت الإيميل تبعي. يا الله شو بكره لهالبنت. ليش بعدت لي الإيميل؟ شو قصته؟ لين حبيبتي افتحي هذا الإيميل وشوفي شو فيه. يعني شو هالشغلة المهمة اللي بعتيها؟ سميح لعب على هالمسيدة. ما بعرف كيف بدي أخلص من هالشغلة. مين هذا اللي جاي هلا؟ لعب بقلبك شو غليظ؟ شو اللي جابك؟ مرحبا معلم سميح. شو جابك؟ قلت طالما ما عم شوفك بالجامعة قلت لحالي بيجي أنا والشاب براسنا لعندك. ومين هاد؟ هاد الشاب اللي بده يدخل بدالك على قاعة الامتحان واسمه جاد. أنا فهمته على كل شيء. ولك هيك موضوع ما بينحكى برا على الباب غبي. شرف 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 أنت كمان. فوت. يلا يا بنتي قومي على السريع. قومي سلمي عشكران خانم وبوسي ايدها. فؤاد كمان حابب يحكي معك كم كلمة. يلا قومي خلصينا. ما بدي. بعدين حبيبتي انا ما ببوس ايد حدا ابدا. وكمان هذا الغبي فؤاد شو بده يحكي معي؟ خلاص خليه حل عني بقى. ما رح اطلع من هالغرفة. لك يا شولة كأنه طولان لسانك كتير. هلأ بتقومي بتبوسي إيد مرت عمك لأنه عم تسأل عنك وفؤاد كمان عم يستناكي. يلا قومي لشوف ما حلوة الطولة أكتر من هيك. خلص بابا هلأ بقوم. أها انتي ما بتجي إلا بالعين الحمراء. شو انتي ناوية تبهدلينا؟ يلا قومي على السريع. يلا متكبر وشايف حاله هي آخرته. الله لا يوفقك يا سميح على هالبهدلة. معقول انت تساوي بحالك هيك شغلة؟ سميح بيك اللي عامل حاله كازانوفا زمانه شوفوه كيف مربوط بالتخت. يا عيني عن جد برافو عليك. شكرا للي سحب الصورة وخلينا نشوف سميح بيك بهالمنظر هذا. لعمة بقلبك يا سميح. والله رح جن عن جد رح جن. كلنا شفنا الصورة وعرفنا حقيقة سميح البشعة. إن شاء الله الآن سيلين تشوفها لحتى تعرفوا على حقيقته. لعمة شو بدلني أنا؟ ها؟ ما بتوقع أنه لين الغبية رح تفرق معها أبداً لأنه هي من نفس الطينة وكمان مثله تافهة. الله يلعنك يا سميح. الله يلعنك. معقولة تحطي هيك موقف سخيف تعملني مسخرة؟
شو بكي لين؟ شو صاير؟ تعال أوس شوف هالشوفة، ناشرينه لسميح بيك صور على الإنترنت. أوه شو هاد؟ ايه بس انا بعمري ما شفته لرفيقك هاد بالجامعه. صح، لاني انا بقضي كل الوقت بمكتبه الجامعه. ايه ما شاء الله شو مثقف معلم سميح. في ايجاد خاتم المنهاج، يعني فيك تعتمد عليه لانه اكل الكتب اكل مستحيل يخيبك. ايه باين عليه ذكي كتير، بس برافو عليك. حتى انه معدله 95% والعملي 100. ايه مزبوط 100. غسان بدي احكي معك كلمتين على جنب، تعال. جيتك معلم. اسمعني منيح، أنا بهالفترة تبهدلت بما فيه الكفاية، فإذا هاد الأجنب اللي جايب لي ياما رح ينجح صدقني بقتلك وبقتله وبشرب من دمكن. لا تخاف يا معلم، أنا وحياتك اخترته من بين كل الطلاب اللي بعرفهم. معقول ما لقيت غير هالأجنب هاد؟ ولك هذا إذا بتتركه قدام الباب بيضيع وما بيعرف يرجع على البيت لحاله، كيف رح يقدر يقدم بدالي وينجحني؟ هلا مزبوط شكله أجنب، بس إذا فلته على ورقة امتحان إيه ما بيتركها ليفللها كلها. كويس. طيب بركي غير رأيه؟ أنا بضمن لك يا معلم، هذا زلمة فقير وداير على القرش وبس. غسان أنا كتير جوعان. ماشي حبيبي، هلأ بس نخلص بطلع وبشتري لك سندويشة. نحن مطولين هون؟ أكلنا. فوتي أليس. طيب مروة ليش جبتيني لهون؟ شو صاير معك؟ شغلتي لي بالي. تفضلي شوفي بعينك. مروة شو جاب صورة بنا على جزدانك؟ وقت كنت عم ادرس انا واوس وقع الكتاب على الارض ولقيته وانا عم لم الوراق فاخذته بدون علمه. مروة بصراحة فكرت اوس نسيها، ما عرفت اللي عم بفكر فيها لليوم. ان شاء الله. شو اللي بدك تحكي معي؟ بالاول عادي بانا. لا مرتاحه بالوقفه. طيب ان شاء الله صرتي احسن. انا كتير منيحه. ايه يلا خلصني. جبت لك الهديه بس ان شاء الله تعجبك. خديها لو سمحتي. والله حلال عليه اللي عمل هيك عمله. سميح بيستاهل هيك واكثر. لك انت شو اللي عم تحكي؟ إذا في حدا تبهدل بهالعملة بيكون أنا مو سميح يا شاطر. طيب حبيبتي لين أنت شو دخلك بالقصة؟ لك أنت ما قريت التعليقات اللي كاتبينها، كيف رح واجه العالم بعد هالشرشحة؟ ما أنا محسوبة عليه. إيه لا هالحكي مو مزبوط، بعدين كل الناس بتعرف مين هو سميح وبتعرف وساخته. وساخته؟ والله ريحتني، ما هذا اللي قاهرني، شو رح يحكوا العالم علي هلأ؟ العالم رح تحكي على سميح وبس، أنت ما دخلك. يا الله ما عم صدق كيف قدر يخدعني ويضحك علي، والله ما عم صدق. شوفي لين. ولا شي بابا. كنا عم نتناقش انا ولين وعلي صوتنا شوي. ماشي ممكن تتركنا وتروح، حابب اقعد شوي احكي انا ولين. طيب عن اذنكم بدي روح على الجامعة. بس عن جد أنا مصدومة يا أليس، يعني هو اللي قال لي بعضمة لسانه إنه ما عم يفكر فيها ولا عم تخطر على باله. اسمعي بدل ما تعدي هلأ تندبي حظك روحي لعند أوس واجهي بالصورة. مزبوط بس أنا خايفة يكون لساته بيحبها. مروة هاي الأفكار السودة بلاها، تفائلوا بالخير تجدوه، مو أنتي هيك دائما بتقولي؟ بس الوضع هلأ غير. ليكي مروة كل المشاكل اللي صارت معنا سببها انه نحنا كنا نخبي على بعض. والله معك حق بس انا روحي لعنده وخليكي قوية، وصدقيني علاقتي بمجد مستقرة وقوية بس لانه صريحين مع بعض وما منخبي شي. كلامك كله مزبوط بس انا مو معقول شو خايفة. ايه ما في داعي للخوف، حكوا مع بعضكم برواق وبتشوفي كيف رح تنحل المشكلة. لو سمحتي بانا قبليها مني. عجد ما لا لزوم.
يسلموا. إن شاء الله يعجبك. عرفت إنه موبايلك القديم انكسر، أختك سوني قالت لي. مزبوط، لو تعرف شو زعلت علي، لأنه كمان كان هدية. مين هداك يا؟ كان هدية من رفيقتي وهي هلأ مسافرة. شكراً كتير. ما في لزوم الشكر. صحيح كنت بدي إلك، يعني إذا في مجال أخذ إذن من عمي ليسمح لنا نطلع مع بعض. اليوم والله مو قدراني، خليها لغير يوم. بس مو معقول إنه ما أقدر أشوفك لحالنا. من الخطة ما قعدت معك، صدقيني ما رح أخرك. طيب قبلان، رح أروح أخبر عمي لحتى نأخذ إذن منه. شو هالحكي هاد؟ يعني معقول أنا أكون مخربطة بالتاريخ؟ هي في بالعادة تتأخر شوي، بس بعمرها ما تأخرت لهالدرجة. قولي لي شلون ساويتيهم شكراً خانم؟ مو معقول شو طيبين. ولا عليك يا صبحية، معقولة وانتي بهالعمر وما بتعرفي تساوي هالأكلة؟ وحياتك رح علمك كل أنواع الحلو. الله يسلم إيديكي. عمي، كنت حابب أطلب منك شغلة. قولي يا فؤاد، تفضل. كنت حابب أطلع أتمشى أنا وبانا، بركي منتقرب شوي من بعض. طبعا يعني إذا أنتوا كنتوا موافقين. ما منتأخر، منرجع على السريع، يعني منشمنا شوية هوا. لا تخاف عمي، هي بأمانتي. ايه مو مشكلة يعني، روحوا تمشوا وشموا الهوا شوي. شكرا كتير عمي، راح روح خبر بانا مشان تحضر حالها. لا معلش فؤاد، انا بخبرها، انت عود كلك لقمة. تفضل ابني. تفضل بابا، انا عم بسمعك. انا اللي بدي اسمعك يا بنتي. هاتي لشوف من شو مزعوجة ومانك راضياني تحكي. شو بده يكون في؟ أنا منيحة. متأكدة؟ لا تخاف علي بابا، عن جد أنا منيحة. إن شاء الله. وكيف جلسات العلاج؟ قصدي يعني في شي زعجك بهالموضوع؟ ولا شي، ما أنا قلت لك إنه الدكتور كتير ظريف وجلسات العلاج عم بتكون مريحة، يعني ما في ولا مشكلة. كتير منيح، أنا مبسوط بهالحكي، لأنه المهم عندي ترجعي مثل أول وبسرعة. عم حاول اتجاوب مع الدكتور، يعني عم حاول كون متوازنة. والله انا ملاحظ انه في تغير بتصرفاتك، يعني حاسك صايرة اوعى وصايرة تحسي بالمسؤولية تجاه دراستك. بالفترة الماضية شغلتلكم بالكم، بس بوعدك كل شي رح يتصلح بابا ويرجع مثل الاول واحسن. اسمعيني منيح يا بنتي، انا بعرف انه انت بنت ذكية وما رح تهملي دراستك وحتكوني ناجحة بالمستقبل. ايه بس الفضل بيرجع لإلكم بأي نجاح، وأنا لولاكم ما تجاوزت هالأزمة أبدا، وأصلا أنا مبسوطة لأنه صار هيك، لأنه هالتجربة فادتني وخلتني كون قوية. معك حق، ومثل ما بيقول المثل، الضربة اللي ما بتكسر بتقوي. المهم هلأ هذا العلاج ما لازم توقفي، ونحن أكيد رح نكون جنبك. تسلموا، وأنا لولاكم ما رح كون قوية. شوفي لين، كل تجربة بالحياة هي درس مهم إلنا، حتى لو كانت صعبة أحيانا. ولا تنسي إنه نحن منحبك ومنخاف عليكي، وإنتي أغلى شيء عنا. وأنا كمان بحبكم كتير. طيب أنا رح روح، ما تنسي كلامي أوكي؟ ماشي بابا. والله لدفعك الثمن يا سميح، قديشك طلعت واحد وسخ. جاد؟ حاضر. غسان قالك على الاتفاق، نص المبلغ بتقبضه مقدم والنص الثاني بتاخده بعد ما تخلص.
يعني لما بتطلع نتائج الامتحان. تمام. برافو عليك. ايه وطالما معدلك 95% فأكيد رح تعمل لي ورقة امتحان ممتازة. ما وبالعمل 100. خلص صرعتني. انتبه، إذا في مخلوق على الأرض بيعرف بالشي اللي عم يصير هلأ فرح تشوف شي مو حلو، لأنه رح شقفك 95 شقفة. وبالعمل 100. أنا بفهمه لجاد شو بدك ورح أشرح له كل شي بالتفصيل. أوكي برافو. طيب لكان فيكن تروحوا. تحرك. يا اسمع، بوعدك إذا نجحت كل أوضاعك رح تتحسن. تسلم يا معلم، والله أنت مو مقصر معي وطامرني طمر بكرمك. بهالمناسبة تعال روح معنا. اليوم أنا في عندي شوية شغل. بعرف أنك مشغول بقصة الصور تبع الإنترنت، بس اطمن لا يكن لك فكر، أنا رح أمسح لك ياهم كلياتهم بأقرب وقت. طيب شكرا لك، يلا امشوا هلا. أخي غسان كمان أنا عطشان. لك فهمنا بقى سكوت، شو قصتك؟ حتجيب لي سندويشة؟ يلا رح أجيب لك امشي. ولا براي لاما؟ لك هلا خلصني امشي. ليك غسان خليه ياكل كل اللي بده اياه على حسابي وبعت لي الفاتورة على البيت. وانت قلت مشي. يلا يلا شو هاد؟ فؤاد دانيا قال لأنه هو عارف إنه موبايلي انكسر. عجبني هالشاب، برافو عليه. فؤاد طلب مني الإذن لحتى يتمشى معك، فقومي البسي وحضري حالك ولا تخجلينا معه. ماشي بابا. ويا ويلك إذا عملتي حركات بايخة، خليكي راكزة وتقيلي قدامه، لا تفضحينا وأصحك تتأخري. فهمتي شو عم أقول؟ فهمت بابا. قولي بتأمر. حاضر. لساتك واقفة هون؟ يلا تحركي على السريع. كيف حبيبتي اليوم؟ منيحة. رح تدرس اليوم مادة التشريح؟ مادة التشريح؟ والله كنت نسيانة على الأخير. ايه مندرسها؟ مندرسها مع بعض. لكان ان شاء الله فكرت بالموضوع ووافقت. بدك توعدني انك ما تحكي لألف لا بخصوص السي دي ولا عن مرض مريم اللي ما لازم حدا يعرف عنه شيء ابدا. ما تتوقع مني اني اوعدك يا دكتور؟ مجد شو وين رحت؟ عفوا قلتي شيء؟ انت منيح مجد؟ منيح منيح، بس انا تذكرت شغلي إلها علاقة بالمادة. شو كنت عم تقولي؟ كنت عم قول انه بدي اياك تساعد رفيقتي. شو رأيك؟ امينة طبعا رح ساعدها. ايه كتير منيح هالحكي، انا رح شوفها بعد الظهر. بنتظرك لكان بالحديقة ماشي؟ طيب انا رايح المحاضرة، شوفك. اوكي روح. لأمتى بدي ضل مخبي عليكي موضوع أمك؟ شو عم تعملي هاجر؟ قلت لحالي بمسح الأرض شوي. ما قلت اشتغلي وانتي بهالحالة، استني لطيب إيدك وبعدين اشتغلي. لا الحمد لله إيدي منيحة. بعدين أنا ما بقدر أقعد بدون شغل. الله يعطيك العافية. هاجر في عندي سؤال بدي أسألك إياه. قول حبيبي تفضل. شو طبيعة العلاقة اللي بين أليس ومجد؟ يعني انت شلون بتشوفيها؟ شو بده يكون طبيعتها يعني؟ بعدين مجد وأليس ما في منهم، برأيي انهم كتير لابقين لبعضهم. اكيد اكيد هنن مربيين وما في منهم، بس انا بدي اعرف بالضبط شو هو نوع العلاقة بيناتهم. يعني مجد بفوت عوضته؟ شو قصدك يعني؟ مجد وأليس بيعدوا لحالهم بالأوضة بدون ما يكون معهم حدا؟ مرحبا. أهلا مروة، تفضلي. في موضوع كتير مهم. ايه معناتها أكيد بدك تسأليني عن الأحصاء، بس لا تخافي ولا تاكلي هم بنوب، لأنه أنا محضر لك كل الأسئلة والأجوبة. أوس الموضوع ما له أي علاقة لا بالجامعة ولا بالامتحان. لكان شو القصة؟ امبارح شفت صورة.
قصدك سميح وصوره. هلأ صحيح لين انزعجت كتير، بس وحياتك انبسطت له. أي شو حبيت له هالبهدلة؟ بس خرجه بيستاهل. أوس، عن شو عم تحكي؟ صور شو هدول اللي عم تحكي عنهم؟ أنا قصدي الصورة اللي كانت. مرحبا. أهلين مجد. عم أسألك بشكل واضح يا هاجر، مجد وأليس بضلوا لحالهم بالغرفة ولا لا؟ شو هالسؤال لك ابني بكري؟ أليس ما بتعمل شغلات غلط. أستغفر الله. يعني بغيابنا مجد ما بيجي لهون؟ ايه مزبوط عطول بيجي، بس لما بيجي لهون ما بيطلع ابدا على غرفة أليس، وبيضل بغرفة أوس قاعدين عم يدرسوا كل الوقت. الله يسامحك، انت بشو عم تفكر؟ هيك بتكون عم تظلمها. أليس ما بتعمل اي شي غلط. شو هالحكي هاد بكري؟ انا رايحة مشوار، تغدوا اذا حبيتوا ما في مشكلة، بجوز اتغدى برا اليوم. بس انا كمان ما رح ارجع على الغدا يا اقبال، لاني اليوم مشغول كتير. طول الفترة الماضية وانت عم تقول انه عندك عمليات وشغل، يعني تارك كل مسؤوليات البيت فوق راسي. يا ريت تشوف اولادك وتسمعهم وتعطيهم شوي من وقتك. حبيبتي انا بعرف انك ما قصرتي ابدا، بس هذا شغلي يا اقبال. بكري انا تحملت كتير منك الفترة الماضية، فيا ريت تتحملني اليوم. يلا بخاطرك دير بالك على الاولاد بغيابي. يلا يا جماعة بخاطركم. الله معك. جلال شو وينك انت بالبيت؟ لا بكري انا بالشغل. شو في؟ لا ولا شيء، ما في شيء ضروري، بس كنت حابب شوفك. يلا بمر لعندك على المكتب. انا مو بالمكتب، خلص بعدين بيجي لعندك. طيب انا بعد شوي بكون بالمشفى، تعال لعندي. ماشي. لا تطول علي، مو راجع على الغدا. الله يكون معك يا ابني. انا قديش طلعت جدبه وعلى نياتي. هاتي لنشوف احلى تحيه لابشع سكران مع تمنياتي بدوام السكر. بعمرك ما كنت ترضى تشلح قدامي يا روحي. مين هدول البنات يا سميح؟ بانا وينك انت؟ والله انا هلا بحاجتك. اكيد بدك تشمتي. اي نعم، شو بدك؟ طبعا شفتهم. كيف يعني المي عم تمشي من تحتي وانا ماني حاسة؟ عايشة اول شو اللي نسيتي؟ شو عم بيصير هون؟ ومن وين لوين لحتى تقلك حبيبي؟ لاني انا اللي حبيبته. بعدين من وين لوين تسألي هيك سؤال؟ طب لسانك احسن ما شرشحي هلا. انا شلون ما انتبهت؟ مستحيل، مو معقول استمر. الله عليك يا شكرا، شو دمك خفيف. قلت له يلا امشي، قام حمل حاله وراح على قلعة افيون وقال انه راح يضل هناك 7 سنين. بعد 7 ايام ما شفته الا بوشي. ان شاء الله ان شاء الله بتضلوا على طول مبسوطين. يلا امي خليني وصلك. لا خلص اترك عنا، عم نتسلى. ايه شو بدك فيني؟ روح انت وانا بدي اشوف الفنجان للصبحيه. طيب امي مثل ما بدك، بالاذن. يلا بالاذن عمي، نحن رايحين مرت عمي، برجع باخدك. ايه طيب. الله معكم يا ابني، ديروا بالكم على بعضكم. لك بنوش، يعني معقوله تمشي قبل ما تعطيني بوسه؟ ما شاء الله، دخيله دخيل هالوش، دخيله دخيل هالخدود ما احلاهن، ما شاء الله. شكرا لك، ديروا بالكم على حالكم. الله معكم. تفضل. اهلين جلال، اهلا وسهلا. اهلين فيك يا بكري، كيفك؟ شلون بدي اكون شوفت عينك؟ تفضل عود. ايه
لما حكيتني على التليفون شغلتني شو إن شاء الله ما في شيء. ولا شيء جلال، بس في موضوع محيرني يعني بصراحة، في سؤال كتير مهم حابب أسألك يا قبل ما أشوف الأولاد وأسألهم. إيه تفضل، شو هو السؤال؟ جلال برأيك شو هي طبيعة العلاقة بين أليس ومجد؟ أنا بعرف إنهم قريبين من بعض، بس ليش عم تسأل؟ ليكون في شيء زعجك من هاي العلاقة؟ لا مو هيك، معقول انزعج من هالشي؟ بعدين هن شباب وهي القصة بتخصهم، وبالنهاية أنا ما فيني أتدخل. إيه لكن شو القصة؟ اسمعني جلال، أنا في شغلة تاني حابب أسألك عنها، بس هذا الموضوع كتير خاص. لك خلصنا بقى يا زلمة، أنت شو قصتك؟ القصة كلها مزح بمزح، نحن حطينا الصورة مشان نضحك، عن جد أنتو ما خرجكن مزح أبدا. وعدوا ما حدا سلم عليك. ماشي عملوا كتروا. نعم. ليش بقى؟ هلا انت شو دخلك بهالشغلة؟ الموضوع كله ياتو كان مجرد مسحة، تفهم ولا شو؟ اخ يا ساندي اخ، بس لا توقعي بايدي، والله لخليكي تندمي على كل شيء. ما بكفيني التليفون، كمان ضيوف. شو هالحلاوة هي؟ كيفك؟ أكيد ماني منيحة يا سميح، ماني منيحة. كيف يعني؟ يعني قصدك إنه علاقتهم متطورة؟ إيه يا جلال، هذا الشيء اللي لازم نتأكد منه. والله أنا بشوف إنه مجد شاب كويس، وبحياته ما كان شخص أناني، ودائما بيفكر بالشخص يلي معه. يعني أنا ما بتوقع إنه مجد يعمل هيك شيء بدون ما تكون أليس موافقة على هالشي يا بكري. بالنهاية هن لساتهم شباب وبأول طلعتهم، وممكن تتوقع أي شيء منه. بس هالشي ما لازم يصير هلأ، يعني هن لساتهم طلاب وعم يدرسوا. هلأ أليس بتجي شي بتزوركم بالبيت؟ لا والله أنا بحياتي ما شفت عنه، بس بتعرف بالفترة الأخيرة نحن رحنا على أنطاليا وما كنا بالبيت. يعني مجد ما أخذتوه معكم؟ بالضبط. بس والله شغلت بالي ليش عم تدقق على كل هالأمور هاي؟ جلال أنا شاكك إنه أليس ممكن تكون حامل. كيف؟ لك لا حبيبتي، نحن بس تصورنا هدول الصور بس لحتى نتسلى، بس هالمجنونة راحت نشرتهم. لا تكون مفكرني مفهمانة، قلي كمان انه التعليقات كانت مزحة ولا كل هالبنات عم يتسلوا يعني؟ حياتي هدول مزعجين لانه نحن منحب بعض، صدقيني رح يموتوا من الغيرة منا. طلعوا من هالبواب بقى، هالحركات مو علي. انا خلص مليت من اللف والدوران تبعك، يا ريت تحاول تكون رجال مرة واحدة وتقول شو عم بيصير. يا حاجتك بقى دخنتيها، وبحب قلك يا ستلين انه هالشغلة هي ما كانت اول مرة. اوكي لهالدرجة كنت مخدوعة فيك؟ ليش لحتى تكوني مخدوعة؟ والله اللي بسمعك بيقول انه انا وياكي كنا كل يوم مع بعضنا. اسمعي حبيبتي، أنا شاب وعندي احتياجاتي وهذا شيء طبيعي، يعني بصراحة ما كنت رح فكر بوحدة غيرك لو رضيت تكوني مثل ما بدي. طلعت مغفلة يعني، هذا قصدك يا سميح؟ علاقتنا كانت كذبة؟ شو بدك تشربي؟ عنجد أنا عقلي ما عم يستوعب، أنا مو فهمانة عليك. شو هالشي اللي مو مفهوم؟ أنت قديش عمرك؟ 25. يعني صرت رجال كبير؟ إيه. يعني ما لقيت طريقة تتزوج فيها غير هالطريقة المتخلفة؟ انت كيف بتقبل انك ترتبط ببنت ما بتعرفها؟ نحن شو عم نساوي هلأ؟ عن جد انت شخص كتير بسيط على نياتك، معقول هلأ ما يكون عندك علاقة؟ مين اللي قالك انه ما كان عندي علاقة؟ لأنه واحد ما بيستحي، كل العالم شمتت فيه، مو هيك مروة؟ ما كتير بيهمني شو صار فيه، بس المهم لي نعرفت حقيقته. لازم ولا بنت تأمن للرجال. أهم شغلة بالنسبة للين إن قدرت تعرفه على حقيقته. إن شاء الله. ألو أليس؟ ماجد أنا بالحديقة، بدي عرفك على رفيقتي أمينة. لا تطول، قوم وتعال لعندي. ماشي هلأ بيجي. أنا بدي استأذن منكم، بدي روح شوف أليس شوي. ايه روح منشوفك.
شو هالحكي هاد بكري؟ أنا مستحيل صدق إنه أليس ممكن تعمل هيك. وأنا مو مصدق، بس إذا هالموضوع طلع مثل ما خبرني فاروق، أنا ما عرفت شو بدي أعمل، فقلت لحالي بحكي معك، بركي مجد بكون مخبرك شي عن علاقته بأليس. والله مجد ما حكى لي شي بخص هالقصة. شلون بدنا نتأكد من هالشغلة؟ شو رأيك بكري إنه افتح السيري هي مع ابني مجد بالأول، وبناء على الشي اللي رح يحكيه منتصرف. طيب بس تحكي معه اتصل فيني على السريع، ماشي؟ هالموضوع اليوم لازم حله ضروري. خاطرك. الله معك، نتصل فيك. أكيد ما حتكون منيحة، حبيبتي كله رح يتصلح، أنا بوعدك بهذا الشيء. شكراً. بعدين في مين رح يساعدني؟ أنا حكيت الموضوع لرفيه وأكيد رح يساعدك. كيف؟ ليش عملتي هيك؟ بس أنت وعدتيني ما تقولي هالموضوع لحدا. معك حق تنزعجي يا أمينة، بس صدقيني مجد واحد بنوثق فيه كثير. هلأ هو جاي على الحديقة وتتأكدي من الحكي. ليش ما عم تجاوبني يا سميح؟ جاوبني هلا، انت حبيتني ولا لا؟ ملاحظة انك زودتيها؟ بعدين انت بتعرفي كتير منيح شو بدي منك، فليش عم تحاولي تكوني غبية؟ بعدين استني شوي، لا تعملي حالك بريئة والقط بياكل عشاكي لانه مو ظابطة معك، انت اجيتي لعندي بإرادتك يا حبيبتي، يعني لا حدا ضربك على ايدك ولا حدا غصبك. بس انا اجيت لاني حبيتك، وما كان بدي منك غير انك تحبني. يا الله يا لين، قديش بتحب الرومانسية وحكي الروايات، هذا الشيء حبيبتي راحت موته. سميح الحقيقي واقف قدامك، بتقبلي فيني هيك؟ لك انت شو عم تحكي؟ معقول اني خدعت فيك لهالدرجة؟ بدي افهم انت انسان ولا حيوان؟ يا ستي اعتبريني مثل ما بدك، كمان الحيوان بيعيش بغريزته، تمام؟ ويا ريت ما تحكي ولا كلمة زيادة. ما بدي احكي اكثر، لاني ما بعرف لغة الحيوانات. يسلموا ايديك. بحب اقول لك يا فؤاد انه انا حلمي صير دكتوره. قالوا لي حاجتك بارد علي بقى، بدي سجل بكليات الطب وصير دكتوره. ومين مانعك انك تصيري دكتوره؟ هلا انت معك بكالوريا ما هيك؟ لا والله انا مو اخذها للبكالوريا. عفوا، يعني شخص مثلك شو له شغل فيها؟ ولك إذا كنت مو قادران تفك الحرف على شو لحقني لك؟ شو بدك فيني؟ هذا اللي كان ناقص، انزل لهالمستوى. اسمع سيد فؤاد، نحنا مو لبعض، العالم اللي انت عايش فيه بيختلف كتير عني. يا ريت ما تطلع فيني هالتطليعة الخبيثة، مفكر حالك عامل رجال؟ طبعا لأنك بهالخطبة انتصرت، وأكيد شخص فاشل مثلك ما بيطلع بهيده غير يتمرجل. مو هيك؟ بس انت كتير عجبتيني وانا ما رح اتركك لو شو ما صار. لا حبيبي انسالي هالموضوع، انت شخص ما بتناسبني ابدا، عم تفهم؟ بس انا شايف انك مناسبتيني كتير. الله لا يسامحك يا سمير، الله لا يسامحك، قدرت تضحك علي كل هالفترة، بس أنا بورجي. والله لا خليك تندم يا سميح. يا كلام مالك، كلام مالك، سيبها هي اللي صارت قدامك. طمنيني يا سيف أعرف ليه سويتي هيك؟ ممكن أعرف ليش خبرتي؟ ما كان لازم حدا يعرف. أمينة لو سمحتي اهدي. أنا وثقت فيكي أليس، لو بعرف إنك رح تعملي هيك ما كنت خبرتك. بس صدقيني مجد شخص طيب وبينوثق فيه. ما بهمني إذا كان مجد شخص طيب ولا لا،
هذا الموضوع بيناتنا وما كان بدي ولا رجال بالعالم يسمع عنه. شكرا إليك. أمينة بترجاكي واقفي، شو صار لك؟ نحن كتير بحاجة لمساعدة مجد. بترجاكي أمينة. إيه مجد، وين صرت؟